أنا علاقتي بمكي كانت علاقة بتاعت يعني ملازمة بصورة عجيبة جدا. يعني نحن بنتلاقى في الإذاعة، بعد شوية بيكون عندنا بروفات في التلفزيون، بنجي من الساعة 4 بلقى مرات هو قدامي فوق في السطوح كويس، وبتجي تحية زروق وبيجي حسن عبد المجيد وبتدي بروفاتنا. بعد ذاك لو عندنا شغل في المسرح برضو بنمشي، بيكون عندنا بروفات وكده من بداية المواسم والمسرح تظلم منبر. انا ومكي في حتى في الحياه الخاصه كنا بننفعل بحاجات بعض. مكي ده كان شاب وسيم كده شايفه، وبعدين بيلبس مناطلين كيف وقمصان ببره، وبعدين زول مشبوب عاطفه وكده. فانا بتذكر يعني حسي دي حتكون مفاجاه بالنسبه للناس اللي حسي بيشاهدوا والناس اللي كانوا بيسمعوا فيني في الاذاعه في الزمن والرحله. انا بتكلم عن القصه بتاعت قصة النهاية لغناء سيد خليفة، اللي هي أول قصيدة أجازتها لجنة النصوص. أنا تكلمت عنها في محاور وزوايا أخرى، لكن ما في زول حسي في الشعب السوداني بيعرف إنه هذه القصيدة ما قصة هاشم صديق، هي قصة مكي سنادة. والله نعم، ده أول شريط، يعني قبل ما تطلع التونسي أول مرة يركب التونسية. اعترافات الليلة. فشفتي فكان عشان قصه جميله. بس انت بدك كمان قول السنه كم سنين كم عشان ما لا عشان ما تدخل في المحظور. لا 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 يعني ده قبل ما يعرف ليلى وقبل ما يكون الاسره الرائعه دي، ده زمن شويه. فانا كنت شفقان عليه شديد جدا. بعدين هو كان متاثر وخش في حاله نفسيه، فانا منفعل به، اسوق لك نمشي السينما الدور الاول الدور الثاني وكده. وبعدين كنت امشي له في البيت وفي حي السيد المكي، اجي اسوق العنايه، فكنت ملازمه. فقمت كتبت القصيده بتاعت النهايه دي، النهايه. وقام هو يعني انا حسي ما برات كده، انا برجع اذاكر الحاجات وبعيلها بمنظور كده بكتشف حاجات الوقت ذاك ما كنت انا وخلي القصيده دي عملت ريليف لمكي. يعني شنو؟ يعني ما هو بيقول لك في الشعر انت بتستعير صوت الشاعر لما يكون عندك ازمه، اذا انت بتكتب القصيده مش كده؟ فهي زي عملت له غسيل شايفه. وبعدين القصيده ذاتها يعني شوفي ارتبطت بمكي سناده. الناس جات لما لحن سيد خليفه وسجلها الاذاعه كان بزعاف في الوقت الميت ذاك ما تعرفت، فجاه كده نبلت زي ما بيقولوا، بقت اغنيه ملء السمع والبصر، وحس الناس بدوا يستمعوا لها من جديد وكده. اغنيه معروفه لكن لاول مره انه الناس يا استاذ هاشم يعرفوا انها قصه مكي سناده، وبما انه احنا بنستعيد في الذكريات الجميله. نعم. ومدام ليلى اسمحي لنا لكن دي ذكريات جميله، لكن يا ريت لو يا استاذ مجدي لو عندنا في النيل ازق يا ريت نسمع النهايه لسيد خليفه عشان نشوف الليله قصه مكي سناده. كويس.
سفك دموع ومشى الطريق اسمه المصير زهرات الأمان ورجعت لألم الكبير حسيت شعور الراهب السار السنين لما تعب سالت دموعه على الدرب خاف الأمل كره المسير طبعا ده فاول يعني انا متفقين ان لا لا ده فاول صح ده فاول ده فاول صح لكن طبعا انا لازم اسمع تعليق مكتش نعمل في الحته قبل ما ندخل للمحور الثاني انا اتذكر مره في شباب كده جايين من جامعه جايين يعني يدعوني لامسيه شعريه فالكلام جرى كده بعدين قام انا شارتني الهاشميه كده قعدت اتطنقع واتحزلق اما جابوا السيره بتاعت النهايه وحاجه فيك الحاجه فيك سبقت النهايه في الصدى بتاعه عند الناس وجات النهايه لحقتها فيما بعد فانا قمت اتكلم كده بتلغائيه باعتبار انه انا الشاعر وفاهم الحاجات قلت له مستغرب انه حاجه فيك الاغنيه اللي فيها رمز وترميز وفيها النفس الصوفي والمجازات دي تكون ماشيه متنافسه كده مع قصيده مباشره زي النهايه انا ما عارف الحاجه فقام واحد من الشباب ده اللي عدل كده زي الداري شاكر قال لي يا استاذ انت ما عارف ليه؟
قلت لي لا، قال لي ما نحن بنبكي على انواع الحب الزايده ده في زماننا ما في. قال لي يا استاذ ده زمن الحبيب الرسمي والحبيب الاحتياطي، ذاك زمن فعلا ده زمان الحب القلب لا من يدق. لا وبعدين يعني لا من يدق لا يعني لا. هي يعني وجه لها التحيه، وهي لو سمعت الكلام ده يكون عارفه روح هذه الوقت. وعلى فكره هذه ليلى عارفه يعني ما دفاتري كلها شاعر مدام ليلى طبعا. لكن يعني بص انا مشيت وخطبت وما قبلت وكده وهنا وفي العرس انا مشيت يعني ذكريات مشيت وهنيت وحاجات زي دي. شوف الشجاعه دي والله ده كلام جميل شفاف، انا اكتشفت انك شفافيه شديده. لكن والله يعني ذكريات جميله وافتكر برضه من الحياه الحميمه يعني النهايه. خلينا نقول انه تاليف هاشم صديق وقصه لا ده يوري يعني مدى العلاقه مدى العلاقه اللي كانت بين الناس يعني ومدى الترابط الوجداني والروحي والفكري والحاجه زي دي. يعني كلنا يعني قلوبنا مفتوحه امام بعضنا البعض، ويعني اسراره عندي واسراري عنده وبنجي نتناقش في خاصه يعني دكتور صلاح الدين الفاضل. وبعدين اولادي زي ما بفتش لفي فاول ما لقيت.